استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جمهورية الصومال الدكتور حسن شيخ محمود الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام. حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. وقد عقد الرئيسان جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية. وقد شهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين. السيدات والسادة، ما بين تعزيز العلاقات التاريخية المصرية الصومالية وتعزيز السلم والأمن في الصومال والقرن الأفريقي، تأتي زيارة فخامة الرئيس الصومالي إلى مصر لتدفع قدما بمسار العلاقات بين البلدين ولتستشرف أفاقا جديدة للتعاون. نشهد بشأنها التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين وزارة الدفاع لجمهورية مصر العربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصومال الفيدرالية،
يوقع عن الجانب المصري الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويوقع عن الجانب الصومالي السيد عبد القادر محمد نور وزير الدفاع لجمهورية الصومال الفيدرالية. كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا. تفضلوا استراحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس دكتور حسن شيخ محمود، اسمح لي ارحب بيك اهلا وسهلا وبالوفد المرافق ليك، ضيوف اعزاء على مصر، واسمحوا لي ان انا أبدأ حديثي بأن أنا يعني أقدم لفخامة الرئيس وللشعب الصومالي التعازي في الحادث الإرهابي المزدوج اللي تم في 2 من هذا الشهر في مقديشو، فتعازية في الضحايا والأماني الطيبة للمصابين. الحقيقة العلاقات بين مصر وبين الصومال يعني علاقات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، ويمكن على المستوى العصر الحديث من الستينات، وكانت دايما العلاقات بين مصر والصومال علاقات بتتسم بالاستقرار والأخوة والتعاون، وده أمر مستمر حتى الآن، وإحنا حريصين جدا في علاقتنا مع أشقائنا في الصومال أن إحنا نكون عامل إيجابي كبير في التعاون والتنمية بين البلدين. اسمح لي بفخامة الرئيس ان انا قبل ما اتكلم على يعني المباحثات الثنائية اللي تمت خلال لقائنا واعضاء الوفدين، ان انا اهنيك شخصيا واهني الصومال بالنجاح اللي تحقق خلال وجودكم وبحكمتكم في ادارة الامور. نجحتم في رفع العقوبات عن الصومال والحظر اللي كان مفروض، وده امر رائع ومهم جدا. ايضا ان شاء الله تتولوا مقعد في مجلس الامن، وده امر مهم وبيعكس مدى الثقه ومدى الاحترام اللي بتتمتع به الصومال ان شاء الله في 2025 و2026. وبتمنى لكم دايما التوفيق، وايضا بتمنى لكم في يعني جهودكم اللي بتتم في مكافحه الارهاب وتامين البلاد واستقرارها، ولازم تكونوا متأكدين، وأنا بقول الكلام ده عشان يبقى مسموع لأعضاء الوفدين وأيضا للشعبين المصري والصومالي، إن إحنا حريصين على إن استقرار الصومال ومكافحة الإرهاب تتم بنجاح حتى تعود الصومال أفضل مما كانت. تحدثت مع فخامة الرئيس على الإجراءات اللي إحنا قمنا بيها خلال الفترة اللي فاتت، ومن جانبنا إحنا يعني السفارة المصرية كانت رجعت للعمل في مقديشو مرة تانية وبتستأنفت عملها، خطوط مصر للطيران بين القاهرة وبين مقديشو تم استئنافها، وده أمر طبعا في بنك مصر موجود دلوقتي، موجود أيضا في الصومال. كل الجهود كل اللي أنا بقول عليه ده هي عبارة عن إجراءات الهدف منها تأكيد التعاون وتأكيد الأخوة اللي بيننا وبين الصومال. ثم النهاردة زي ما شفنا يعني بين التعاون العسكري والاتفاق اللي تم بين وزاري الدفاع المصري والصومالي يصب في هذا الإطار. واللي أنا عايز أأكده هنا إن إحنا تعاوننا دائما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول، ودايما اللي بيحكم مسارات سياستنا هي احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول، وده اللي احنا بنقوله فيما يخص الصومال. مهم جدا ان احنا كدول دول جوار
دول الإقليم، دول القرن الأفريقي، إن إحنا نحترم سيادة دولنا ونحافظ على استقلالها، ويبقى اللي بيحكمنا هو التعاون فيما بيننا وليس أكثر من ذلك. نحن مع الصومال واستقرارها وسيادتها، ولكم في مصر هنا فخامة الرئيس أشقاء وأصدقاء حريصين جدا جدا على العلاقة دي وعلى تطويرها. مش عايز أطيل عليكم، لكن أنا بقول الكلام دوت عشان تبقى رسالة للجميع. نحن مع، أنا بتكلم على قانون دولي، بتكلم على أعراف دولية، بتكلم على سيادة، نحن مع الصومال والتعاون. بالمناسبة مصر ستتولى في أكتوبر القادم إن شاء الله قيادة أو مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وده هيبقى فرصة لينا إن احنا يكون لنا جهد بالنوايا الطيبة اللي أنا بتكلم عليها دي من أجل أمن واستقرار مش بس الصومال، لا كل الدول الأفريقية، وده هيبقى جهدنا الإيجابي في هذا الأمر. في نقطة مهمة أوي عايز أذكرها هنا وتحدثت فيها مع فخامة الرئيس، نحن فيما بما إن احنا أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وطبعا خلال هذا العام أو على نهاية هذا العام سيتم تجديد البعثة، بعثة حفظ السلام في الصومال، وإحنا كأعضاء سنتقدم بإن احنا نشارك في هذه البعثة، والأمر في الآخر بيبقى متروك للدولة المضيفة، الدولة اللي بيبقى القوات موجودة عندها، إن كانت ترغب إن احنا نبقى موجودين احنا نبقى موجودين، ما ترغبش مفيش حاجة، هنفضل إخوات وأشقاء ونبقى متعاونين برضو مفيش حاجة. مرة ثانية برحب بيك فخامة الرئيس دكتور حسن، بتمنى لك كل التوفيق، لكم في مصر أشقاء وأصدقاء تستطيع أن تعتمد عليهم. شكرا جزيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Your Excellency, my dear brother, it's a great honor and privilege to return to Cairo. أن أأتي إلى مصر استجابة للدعوة الكريمة من فخامتك الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أشكر جمهورية حكومة مصر العربية وشعبها على الاستقبال الحار، وكذلك كرم الضيافة لي والمقدم لي ولوفدي في هذا البلد الشقيق والصديق. بالنسبة للصومال فإن مصر حليف تاريخي وبلد شقيق وصديق ومساند لنا، حيث نعمل على إقامة علاقات تتسم بالازدهار وتستند إلى الاحترام المتبادل بين البلدين. فخامة الرئيس، في مناقشتنا الآن من الواضح أن حكومتين قد تجد أنه من المفيد أن تعمل عن كثب من أجل الدفع قدما بالروابط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، فهذا لمصلحة الشعبين، ويقدم كذلك طمأنة ويبدي كذلك التضامن في هذا الوقت الحرج، والرؤية غير اليقينية وحالة عدم اليقين على المستوى العالمي، ونعمل معا في مواجهة حالة عدم اليقين والصدمات الخارجية التي واجهها اليوم. أود أن أشكرك سيدي الرئيس على الدعم المستدام والذي لا يلين في مواجهة مذكرة التفاهم غير القانونية التي تنتهك سيادة والأراضي وسلامة الأراضي الصومالية، وهذا الموقف لمصر يبدي التزاما قويا لمساندة مصر لدولة الصومال وشعبها في الأوقات العصيبة، وكذلك تكفل أن قواعد القانون الدولي تتمسك بها. أحد نتائج اجتماع اليوم والتي نشعر بالفخر إزائها هي اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة بين مصر والصومال، والتي وقعت أمامنا اليوم.
This historic pact is a testament to a future common defense. هي شاهد على الدفاع المشترك في مواجهة الإرهاب الدولي والذي نكافحه في وطننا وفي الخارج. كما أنه كذلك ورقة عمل لتبادل المعلومات والخبرات سعيا نحو السلام الإقليمي السلام والاستقرار الإقليمي و الدولي والوطني. أن سيدي الرئيس إنني على ثقة أنه بالقدرات العسكرية المشتركة للجيش المصري وكذلك الشجاعة والعزم فإننا سنعمل وسننجح على تأمين الصومال ومن كل المخاطر التي تهدد شعبنا والعالم أجمع. اليوم في الختام سيدي الرئيس أنه لشرف لي أن أتقابل معكم مرة أخرى وأتطلع إلى كذلك أن نعمل على دفع قدما بنتائج مناقشتنا اليوم في المستقبل القريب. الصومال كانت ولا تزال حليفا وصديقا وشقيقا للحكومة المصرية وللشعب المصري. التقدم الذي أوضحته الآن سيدي الرئيس فإن الصومال كانت صارمة في السنوات الماضية نتيجة للدعم الذي حصلت عليه من العديد من البلدان الصديقة والشقيقة ومصر كانت واحدة منهما التي ساعدت مصر التي ساعدت الصومال على أن تقف هذا الموقف على الساحة الدولية ونشعر بالامتنان هذا وسنظل ممتنين لهذا الموقف في المستقبل. إننا نتطلع إلى مستقبل مشرق لشعبينا في السنوات القادمة. شكرا سيدي الرئيس.